انتظرتوه مني برشا وعدتكم به واسفة للتأخير. أما العودة المدرسية كما تعرفوا صغيرات كنت لازم نهتم بهم شوية. دونك نسكروا البارونتيز. اليوم الملابس اللي قلت لكم شريتهم من سيفا ميرفي الموقع التركي. دونك هذه هي الورقة اللي بعثوها معاهم. دونك قداش من الوزن هذايا؟ اسم اللقب نتاعك، لادريس، كلها فاتورة هذايا. بعض ديما مع الهوايج كي تشريهم هاي كيما تشوفو كل شيء. معناها انا هذي باش نقول لكم راهو معناها موقع متأكدة متأكدة منو. هذايا هو الموقع باش الناس تكتبو بالكدا. هذه ابليكاسيون تهبطها سيمهم مش ابليكاسيون، معناها تشارجيها على التليفون نتاعك وتشوف تعمل ياسر سولد هي. دونك تبعوها ياسر تعمل سولد وقت السولد انتم اشريو. دونك انا شنو شريت في شهر اوت؟ نبداو على بركة الله. انا قلت لكم شريت شوية حوايج خارجة شوية حوايج في الدار. دونك نبداو حوايج خارجة. شريت الروبة هذية، قلت لكم راها الروبي تلبسوا للمحجبات، اكتشفت اني احسن حاجة تتلبس. دونك شريت الروبه هذيا باش نوريهم لكم بعد تو بشويه بشويه. دونك روبه هكا طويله تبدا، اوكي هكا خير. دونك هذه الروبه تبدا هكايا ومن هنا تبدا مصيبه على الاخر. هذه انا شريتها تاي 40، نلبس 40، جيتني شوية طويلة من هنا قصيتها أكها. هذه الروبة شريتها غالية شوية، أنا ماهيش صدي، شريتها وقتها بال 32 أورو. دونك هذه هي الروبة الأولى. قماشها ياسر في الصيف فريمون تبرد على الآخر. التونيك الثاني اللي شريته، شريت التونيك هذايا محلاش كلام منه، كيما اللي طالعين جدد هذوما. دونك نوريكم الاول لي ديتاي، يبداو فلس لهنا ويبداو من هنا الفخون هذايا فلس. شوفوا كيفاش تهبط من هنا. دونك تهبط شوية من هنا، نوريكم من هنا كيفاش. من هنا كيما مرة روبا وريتها لكم، من هنا قد قد هكا، أما من تالي جيست شوية بركة أطول. احسن حاجه فيها الروبه هذه عجبتني، شوفوا لهنا لو دو بلي هذوما، يعني حتى نسينا بالصحه شويه يجيوها محلاش كلام منهم. منتيلي ما فهمش منها لي تونيك هذوما، شريت منهم انا برشا مش الانواع هذوما، برشا انواع وعطيتهم هدايا هذيك عشان ما حبيتش نوريهم لكم قبل ما نمشي لتونس. دونك كلهم شكروا لي فيهم خاصه في الصيف. وراحوا باش نقول لكم حاجه، سيفا ميرفي هذا هو سيت فيه برشا، معناها كيما نقولوا احنا ستيليست، فيه برشا انواع نتاع شركات ناس تخيط وكل شيء. احسن انا نقول لكم على ضمانتي اللي القطعات اللي بديو نكتب فيهم سيفا ميرفي، معناها هما برشا انواع يبديو القطعات اللي بديو نكتب فيهم سيفا ميرفي، والقطعات المكتوب يبديو مكتوب فيهم افيلي. هذه الماركه هذه ياسر ياسر قماشها بالله العظيم نقول لكم اكثر من روعه في الصيف. والحاجه اللي قلت لكم انا باش نجربها ونشوفها كي تغسل شو هذا لو محدد لحد شيء. هذه هي التونيك في البلو، هذا تلبس مع جين، تلبس مع انوار، تلبس مع بيج. دونك تلبس حتى في الخريف فوق منها جين ولا جيلي بلون ولا انوار. انا مرات نلبسها عليها، ما وردتكمش الديتاي هذايا، ديتاي محلاش الكلام منه. شو كيفاش الديتاي هذا من هنا اللاستيك. دونك نتعديو لحوايج الدار. شنو شريت انا؟ شريت هذا كيما الجوكينغ، هو شوفوا قداش هكايا يبدا وطويل مع البنطلون هذايا. دونك بنطلون لا على الاخر نتاع دار نتاع خارجة، معناها مش متخرجة نتاع دار تقعد بيه محجبة ورهيف رهيف على الاخر. دونك سامحوني هذايا 29 أورو شريتها التونيك هذايا. هذايا شريته سولدي ب 18 أورو، سولدي وقتها 50%. هو السروال نتاعو شريت
هذي كاش عندي منها انا وشريتها خاطر لهني في الغربه مرات ينوقز البوستاجي مرات نولوسو يجيك حد على غفله وانت تبدا ما تلقى كيفاش تخرج ولا تخرج البلكون تنشر الحوايج تبدا معناها متحجبه وانت خارجه في نص الحاجه. انا واحده من الناس كنت نعاني منها المشكله هذيك والحقيقه ما كانش عندي واحد اخر لنوم ما عجبنيش. شريت هذا ريتو التحفه اكثر من تحفه نقول لكم علاش مانيش نشكر برشا. القماش نتاعو كانه عرفتوا تسيرفيت مونيت نتاع الاولاد يبداو كانهم منقبين هكا تاع سبور. هو هكا القماش شوفوا بون الكاميرا نتاعي على قدها ما تبينش اما كاينو منقب هذايا ويجي اجستي هكا ان بو يجي اجستي هكا ان بو تعرفوا نقيسوك هكا. هذا مثلا تنجم تجيبو ربي خلينا نوريكم انا شنو لابسه وكيفاش تلبس تصوروها مسكره صوروها مسكرة انتم شوفوا محلاش كنا منها معناها حتى نتاع كل يوم نتاع كل يوم معناها تنجم تلبسها في خارجة معناها محلاش كنا منها. طب نتعديو توا للي شارب. دوك لي شارب شريته بريسك نفس نفس التيسيو نفس القماش. هو القماش هذايا الصيفي هكا يجيو دونك هكا ما يبينش بالكل. دونك شريت هذايا البلو هذا الغاز اتنقول لكم السوم وهذايا اللون هذايا شريوه لون هذا فريمون معناها مع السمرة ومع البيض يجي مع الناس الكل. دونك هذو ما شريتهم الواحد كان سولدي كان 50% شريت من واحد بسانكورو اظن بسانكورو ونص. هذو ما ثلاثة كل واحد بسانكورو وخمسين شريت تحتهم خاطر قلت هذوك مرهاف شريت تحتهم لي بوني هذو البوني هذو ما بتروى اورو. شوفوا هذه محلاة الديتالي فيها احسن نوريكم بالكذا اللي يجي عرفتوا اللي يجي هكا كوازي هكا. وشريت هذه العاديه اما محلاها عاديه اما فيها ال كيفاش هذه الديتاي هذه اللي شوفوا معناها ملويه من هنا محلاش كان لمنها هذوما هذي بتروا يورو اما هذي بدو يورو خمسين هذي تروا يورو اي كالك. دونك هذي هو السيت نتاع سيفر ميرفي اللي ديما نصحكم تشريو منو هذا الفيديو اللي انا نصحتكم به. دونك توا باش نرجع نوريكم الحوايج بشوية بشوية اما قبل باش نوريكم انا شنو لابسة. دونك لابسة لهنا دونك لابسه لهنا هذايا سروال شريته من لا اله الا الله محمد رسول الله هاشندام. هذايا سروال من هاشندام الكاميرا تسمر راهو اما انا ضعيفه والروبه هذايا والروبه هذايا شريتها من هاشندام زادا. دونك انا قاعده نقول لكم توا راهم انتظروني ان شاء الله في حلقه قريبه باش نعمل لكم هذايا كيفاش و لابسه معاها الكونفيرس هذايا. دونك الكونفيرس هذايا لابساتو مع سروال جين ومع الروبه هذايا شو احلاهم كي في الصباح نلبس معاهم جيليه نواخ. دونك ان شاء الله حلقه اليوم حبيتها تكون مختلفه. انتم وليتو خواتي وليتو خواتي ومعناها اللي نحبكم برشا اللي نحكي معاكم نحكي على مواضيعنا نستضيفكم في بيتي عادي. انا صورت كيما عادي كيني قاعده نصور وحدي ان شاء الله نفدكم وان شاء الله ان شاء الله عن قريب فيديو تنسيق ملابس محجبات معناها محجبات راهو مش البنات الصغار ولا حتى البنات الصغار. انا جو سوي مامو
دو زونفون مانيش معناها ليسيان ولا دو فاكولتي هذوكم عندهم نوتخ لبسه يمكن برشا مهتمين بها، ما انا لبسه عاديه جدا. دونك هذايا زاد باش نعملوا ان شاء الله شنو اساسيات الحاجات اللي نحطوهم الخفاف اللي نحطوهم كل يوم، ماهمش غاليين، ماهمش الحاجات الاساسيه للمكياج للمراه نتاع كل يوم وهي تجي وراء وليداتها. ونخليكم تو مع الملابس.